السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن غسول ونايت كريم بتوع مجموعة ايفا الجديدة. هي تعتبر مش جديدة دلوقتي، بس انا اللي جبتها متأخر شوية، اللي هي ناتشرال جلو، العبوات اللي عاملة كده دي. اول حاجة هكلمكم عن الغسول ده، مكتوب ان هو غسول للبشرة الجافة والعادية، في منه كمان للبشرة الدهنية، بس طبعا انا عشان بشرتي جافة حساسة فجايباه قلت اجربه. الغسول ده كميته 100 ملي، فيه فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين بي، المفروض ان هو بيعمل على اشراقة البشرة وتوحيد لونها. انا جربته بقالي فترة بجربه، الغسول ده من اجمل انواع الغسولات اللي انا جربتها لبشرتي كبشرة جافة حساسة. اول حاجة ريحته ليه ريحة جميلة جدا عطرية، بس الريحة دي ما عملتليش انا حساسية لبشرتي ولا عملت حساسية في عيني وانا بغسل وشي، ما حسيتش بحرقان كده في عيني زي بقى في انواع غسولات بيكون فيها ريحة تعمل للبشرة الحساسة حساسية سواء في بشرتها او في عينيها لما يكون كمان في حساسية في عينيكي. فده من الغسولات الجميلة جدا، الناعمة قوي رغم ريحته العطرية بس بيعملش حساسية. كميته ككمية مش كبيرة قوي، بس هو في حد ذاته كثيف، عامل كده زي الشامبو شوية يعني تقيل شوية، فبتاخدي منه شوية صغيرين بيبقى كافي جدا معاكي، فهو كثيف جدا. فالكمية المية ملي دي ممكن تقعد معاكي فترة طويلة قوي، لما باخد شوية صغيرين كده منه بتبقى كافية قوي، بتغسل وشي حلو جدا وبتنعم بشرتي جدا. الغسول ده اجمل حاجة بيعملها للبشرة ان هو بينعم ملمس البشرة، فهو بيأثرش على لون البشرة، ما بيأثرش على اي بقعة، نعم البشرة نفسها وبيطريها، بيخلي بشرتك نظيفة. لما بشرتك بتنضف قوي وبتبقى ناعمة ده بيديلك احساس ان بشرتك مشرقة، لكن هو بالفعل مفتحش حاجة ومعملش حاجة للبقع، مثلا لو في بقع مش هيعمل حاجة، لكن هو بيأثر على نضارة البشرة نفسها. بتلاحظي ان انت بشرتك نضرة ومشرقة اليوم كله، بيفضل بشرتك كده لان انت اليوم كله هيفضل بشرتك مثلا نظيفة لو انت ما خرجتيش او كده، بتفضل بشرتك محافظة على اشراقتها ونضارتها طول اليوم لغاية ما تغسليها تاني، الا بقى لو هتخرجي تعرضي الاتربة الكلام ده عايز تغسلي بشرتك تاني. لكن انا بكلمك مثلا لو انت قاعده في اجواء مش مطربه او كده وبشرتك نظيفه هتفضل مشرقه طول اليوم ونضره، لكن ده تاثير على البشره بيروح، ده تاثير وقتي، لكن هل بيفتح البقع او هتستخدميه علشان اشراقه توحيد لون البشره؟ ما بيعملش حاجه للون. هو انا حبيته لتاثيره الجميل جدا على الجلد الجلد نفسه بتاع الوش، بينظفه جدا، بينظف وشك حلو قوي، بيشيل بقايا المكياج حلو جدا، بينعم البشره قوي قوي قوي. بس طبعا هو بترطبي وشك بعد الغسول ده زيه زي اي غسول، ما تعتمديش على ان هو للبشره الجافه فمش هرطب وشي، لا لازم هترطبي وشك حتى لو بشره دهنيه، البشره الدهنيه ليها جل بيرطب البشره، برده لازم ترطبي بشرتك بعد الغسول لو بشره دهنيه ولو بشره جافه. دي خطوه اساسيه بعد الغسول، ترطيب البشره. ترطيب البشره بعد الغسول بيحافظ على صحه الجلد وبيخلي بشرتك على طول نضره وناعمه وفي حاله كويسه، وكمان ما يحصلكيش فيها بقع. وطبعا لو هتخرجي في الشمس صيف شتاء لازم تحطي الصن بلوك بتاعك. الغسول ده من اجمل الغسولات اللي انا جربتها من ايفا، عامل زي ايفا كولاجين اللي هو العبوه اللي لونها بينك دي، عامل زيه بالظبط. انا كنت بحب جدا ايفا كولاجين ده، بس ده كمان زيه واحلى منه كمان، انا حبيته جدا لبشرتي. بس هو رغم ان هو للبشره الجافه لكن بحس ان وشي بيشد شويه، ويمكن ده عشان احنا في فصل الشتاء، وانا في فصل الشتاء بشرتي بتبقى جافه جدا، في الصيف بشرتي بتبقى عاديه مختلطه، ما بتبقاش جافه يعني بتبقى عاديه مختلطه، اقل حاجه بترطبها. في الشتاء لا، ببقى عايزه مرطبات قويه وعايزه غسولات حلوه ما تخليش بشرتي تجف قوي، فده من الغسولات حلوه لو انت بشرتك جافه هتحبيه جدا. وفي منه للبشره الدهنيه كمان، اعتقد برضو هتحبيه لان هو البشره الجافه ده بيجفف سنه، فاعتقد بتاع البشره الدهنيه ده هينشف لو في زيوت او كده هتحبيه برضو. وسعره 55 جنيه، سعره حلو قوي، وده اجمل حاجه في اللاين بتاع ايفا الجديد ده، اسعاره حلوه قوي ودي ميزه فيه. فالغسول ده جميل جدا ويعتبر لسه بحاله، لان زي ما بقول لكم كثيف جدا، تاخدي منه شويه صغيرين لان انت لو كترتي هيضايقك جدا في الشطف لان هو بيتشطف بصعوبه شويه، ماخديش منه كتير، شويه صغيرين قوي. والاول تبلي وشك، اي غسول بشره بتستخدميه دي الخطوات لما تيجي تغسلي وشك، بلي وشك الاول وبعد كده تاخدي غسول على ايدك وتعمليه في ايدك كده، وبعد كده تغسلي بيه وشك كده حركات دائريه لمده 30 ثانيه وشك كله وحوالين عينيكي، تنضفي وشك كله، وبعد كده
نشفي وشك باي بقى اي فوطه قطن عندك، وطبعا ما حدش يستخدم الفوطه دي غيرك لبشرتك انت بس، عشان اي حد عنده حبايه عنده حاجه من افراد الاسره هتعدوا بعض كلكم، فلازم كل واحد طبعا بينشف وشه بحاجه خاصه بيه. انت لو عايزه تنشفي مثلا ما عندكيش حاجه الفوطه حاسه ان هي هتبقى قاسيه على وشك، نشفي بمناديل. نشفي بشرتك بالطبطبه كده، يعني المنديل تحطيه على وشك كده بالطبطبه، بصي كده طبطبه كده على وشك، مش تقعدي بقى تحكي كده، لا طبطبه. وبعد كده اهم حاجه الترطيب، خلاص الخطوتين دول هتعمليهم هتضمني ان شاء الله بشرتك تفضل حلوه وبصحه جيده، البقع مش هتيجي فيها بقع كتير، بالذات لو انت بتخرجي في الشمس ومحافظه على بشرتك بتحطي الواقي الشمس بتاعك، فبشرتك كده اصلا ان شاء الله مش هيجيلها بقع ومش هيحصل لها مشاكل. الغسول ده حلو انصحك جربيه لو انت بشره جافه، حلو تحفه عجبني جدا، اللي هو ناتشرال جلو شكل العبوه اهو. تعالوا بقى نتكلم على النايت كريم بتاع ايفا برضو اللي هو الناتشرال جلو ده. النايت كريم، انا النايت كريم ده بستخدمه بقالي برضو حوالي اسبوع او 10 ايام، ده مش مكتوب عليه هو البشرة الدهنية للبشرة، هو المفروض لكل انواع البشرة، ده نايت كريم بس. انا من تجربتي مع النايت كريم ده شايفة ان هو هيبقى تقيل شوية على البشرة الدهنية، انا كبشرة جافة بيرطب بشرتي بشكل رائع. هو 50 جرام، سعره برضو 50 جنيه او 55 جنيه، اجمل كريم انا جربته لبشرتي. بس المفروض بدل كلمة نايت كريم يكتبوا كريم مرطب، هو كنايت كريم ما بيعملش حاجة، هو بيرطب بشرتك، هو كل شغلته بيرطب البشرة الجافة اللي بتشد واللي بقى فيهاش نضارة، بيدي نضارة حلوة قوي للبشرة، بس برضه بيأثرش على لونها، يعني لو عندك بقعة لو عندك اي حاجة مشاكل في بشرتك هو مش هيعمل حاجة غير ان هو هيرطب لك بشرتك بس، هيرطب البشرة وهيدي نضارة ونعومة فائقة للجلد. فلما بيعمل كل ده مع بعض وانت بتلاحظي ان انت بشرتك بقت صحيه، وبتلاحظي ان انت بشرتك بقت شكلها طبيعي، يعني كانك شاربه ميه كتير واكله خضار وفاكهه، يعني كانك معتنيه ببشرتك او بجسمك من الداخل. فلما بنشرب ميه كتير قوي بتلاحظي ان احنا بشرتنا طريه كده، هو ده بيديك التاثير ده، كانك شاربه ميه كتير ويعني بتلعبي رياضه كده، وحاجه جميله جدا بصراحه انا حبيته قوي. هو في فيتامين بي 3 وفي فيتامين بي 4 اللي هو بترطيب البشره ويقلل من فقدانها للمياه، هو فعلا بيتحس ان هو بيحبس المياه كده جوه بشرتك، فتلاحظي ان بشرتك على طول طريه، طبعا ده حاجه جميله جدا بالذات في الشتاء للبشره الجافه. وفي فيتامين بي 5 اللي هو بانسينول لمرونه البشره، وفي فيتامين سي وخلاصه ثمر الجريب فروت، مضادات للاكسده عشان يوحد لونها ومضاد للاكسده، وفي خلاصه التربس والعرق سوس لتوحيد لون البشره. انا كل ده هو بيعمله ما عدا توحيد لون البشره، لو في اي جزء في بشرتك فيه بقعه هو مش هيوحد لونه، مش هيفتح بقعه، لكن هو احلى حاجه بيعملها ترطيب الجلد، ترطيب البشره، نضاره للبشره. بحط منه بالليل بصحى الصبح الاقي بشرتي مترطبه حلوه قوي، بس انا ككريم عنايه ليليه لا طبعا هو ضعيف، ما بيعملش حاجه للبشره او علاج للبشره او ما فيهوش كولاجين، ما بيعملش حاجه غير ترطيب بس، فانا بستخدمه بجانب الكريم العنايه الليليه بتاعي، بستخدمه هو الاول وبعده بنص ساعه او اكتر بحط كريم العنايه الليليه بتاع بشرتي. لكن لما تستخدميه لوحده هو زي ما بقول لك ما بيعملش غير ترطيب حلو قوي للبشره ونضاره ومرونه ونعومه للبشره، طبعا دي حاجات كتير جدا هو بيعملها الكريم ده بالنسبه لسعره، ان هو سعره 55 جنيه، وبيحسن البشره قوي كده، فطبعا ده حاجه ممتازه، لكن هو ملوش علاقه بتوحيد لون بشره ولا تفتيح بقع. هو بيدي جلو للبشره لان هو بيرطب بشرتك، فبشرتك بتبقى نضره، فانت بتحس ان وشك طري ومترطب مش مشدود، ولما بشرتك بتكون طريه ونضره ومش مشدوده بتحس ان في اشراقه كده، وفي كانك نايمه كويس صاحيه من النوم بشرتك مرتاحه. اعتمدت عليه كمان في الترطيب بتاع بشرتي الصبح بعد ما بغسل وشي الصبح بالغسول ونشفت بشرتي، حبيت اجربه من كتر ما انا حبيته لترطيب بشرتي والنضاره اللي بيديها لوشي نتيجه الترطيب والنعومه. فدهنت منه وشي الصبح حته صغيره كده وشي ورقبتي، تحفه بيفضل مرطب البشره طول اليوم، بشرتك نضره وطريه وتحسي كده ان انت بشرتك جميله، يعني في حاجه جديده في بشرتك. فانا اعتمدت عليه كمان في الترطيب النهاري، هو في منه على فكره كريم نهار بس انا ما جبتوش، ما اعتقدش انه هيبقى احسن من ده باي حال من الاحوال. انت في كل الاحوال حتى لو كريم نهاري لازم هتعتمدي على السان بلوك الخاص بيكي، ما الكريم النهاري ما بيكونش كافي، فمش هتجيبي الكريم النهاري مثلا تقولي ان هو عشان السان بلوك بس او واقي الشمس، لا انت واقي الشمس ده هتجيبيه لازم لوحده، مش هتعتمدي على كريم النهار ما بيكون مش كفايه. فانا عشان كده قلت ده حلو قوي استخدمه للترطيب
صباحا ومساء، يعني بالليل هستخدمه قبل كريم العناية الليلية، والصبح بستخدمه كمرطب للبشرة. كمان من جماله انا جربته قبل المكياج، انا بحب اجرب كل حاجة عشان لما اجي اكلمكم عنها ابقى جربته في كل حاجة. انا اعتمدت عليه ككريم للعناية النهارية بعد الغسول، بيرطب بشرتي وبيديها اشراقة وبينعمها جدا. اكتر حاجة بتميز الكريم ده بينعم البشرة جدا. جربته قبل المكياج، بيدي شكل حلو قوي للمكياج، مع ان هو كريم المفروض عناية ليلية، يعني المفروض تقيل وهيكلكع. لا، هو مبيكلكعش خالص، بيخلي شكل المكياج ناعم جدا وبينور المكياج كده، لان هو بيخلي بشرتك اصلا صحية ونضرة. فهو قبل المكياج كمان اختيار رائع جدا، حلو جدا. بس ما تكتريش طبعا، بتاخدي حته صغيره وبتدهني. بصي انا بدهن وباجي كده تحت عيني من هنا، بدهن، ما بدهنش تحت عيني مباشره، لكن باجي هنا تحت عيني وبدهن حوالين عينيا كده، بس مش يعني ما باخدش منه احط تحت عيني مباشره، لا، فاهمين ازاي؟ فهو لما بدهن من عند خدودي كده، الترطيب بيوصل لتحت عيني، فبلاقي تحت عيني اصلا مترطب. فلو هتستخدمي كونسيلر ولا حاجة، بتلاقي الكونسيلر مترطب جدا. فهو ده قوي، كريم قوي للترطيب، من اجمل الحاجات اللي ايفا عملوه ليا انا كبشرة جافة. طبعا كبشرة دهنية اعتقد ان هو هيبقى تقيل قوي عليها لترطيب البشرة. يا اما اللي عايز تستخدميه وانتي بشرة دهنية، بس ما تكتريش، خدي حتة صغيرة قوي، لان هو ترطيبه قوي جدا جدا يعني. فجميل، من اجمل الحاجات اللي انا جربتها لترطيب البشره ونضارتها ونعومتها. اكتر حاجه بيعملها بينعم البشره قوي. تاثير على البقع مفيش، تاثير لتوحيد اللون مفيش، كله على الجلد بس، تنعيم للجلد، نضاره للبشره، تنويل للمكياج. وطبعا دي حاجات، يعني التنوير والاشراقه دي بتكون حاجات مؤقته برضو، مش حاجات دائمه، لكن الترطيب بيفضل معاكي. انت بترطبي الصبح، بالليل بشرتك لسه مترطبه، بتنامي وانت مثلا حاطه منه، بتصحي الصبح تلاقي بشرتك ناعمه جدا ومترطبه جدا، والجلد طري كده وناعم قوي. انا في الشتاء بعاني مع بشرتي جفاف وقشور، كمان تجيلي هنا كده، وكل ما الجو يبرد وشي بيشد اكتر ويجف اكتر، وكل البشرات الجافه بتعاني من نفس الكلام ده. فده من اجمل الحاجات اللي هتقضي لك بقى على الكلام خالص، اللي هو بشرتك تجف، يبقى فيه قشور، بشرتك تحس انها شده، الكلام ده خالص مش هتلاقيه مع الكريم ده. انصحك بكريم العنايه الليليه ده بتاع الناتشرال جلو ده بتاع ايفا، حلو قوي، استخدميه مره بالليل. هو المفروض عنايه ليليه بتستخدميه مره بالليل، بس انا بقى بقول لك كمان استخدميه مره الصبح. لو انت بشره جافه زي كده، استخدميه كمان بعد غسول البشره الصبح، هيفضل وشك طول اليوم مترطب جدا. ولو عايزه كريم حلو قبل المكياج يرطب وشك حلو، يخلي المكياج ناعم جدا معاكي، برضو استخدميه، يعني جميل جدا جدا. من اجمل الحاجات مفضلاتي السنه دي الغسول بتاع البشره ناتشرال جلو بتاع ايفا، هو والعنايه الليليه، الاثنين دول بيبقوا مفضلاتي السنه دي، اجمل حاجات انا جربتها كغسول وكريم ترطيب للبشره. ده شكله، وطبعا متوفرين يعني في كل السوبر ماركت وفي الصيدليات، وسعره حلو قوي الاثنين دول، ما كملوش 110 جنيه. ان شاء الله اكون افدتكم ويكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك والشير والفولو على الانستجرام. وميرسي ليكم، باي باي.